إذن كيف تعلقين على الاعتقالات واعتقال زميلكم المحامي حافظ غضون المشارك في مظاهرة اليوم؟ في الحقيقة يعني كل ما يحدث نحن كنا متوقعينه، ولكن حتى نحن كمجموعة وكمحامين يعني لم يتركونا نلتحم يعني بالناس ونشارك في هذه المظاهرة، نظرا إلى أنه الأمن كل المراكز كل المناطق الأمنية كانت تقوم بإيقافات ممنهجة للعديد من المواطنين العاديين منذ ليلة أمس، كانت تمنع التنقلات وتقوم بإيقافات بالعشرات للأشخاص الذين حاولوا التنقل إلى العاصمة. وبالتالي المحامين اليوم كنا نحاول التنقل من مكان إلى مكان، ومقسمين إلى مجموعات إلى جميع المراكز والمناطق الأمنية محاولة منا لتخليص المواطنين واسترجاع أوراقهم أو الوطنية أو أوراقهم أوراق السيارة وكل ذلك. لكن للأسف الأستاذ غضون مثلا كان بصدد القيام بالذهاب، كان يبحث عن أحد منوديه يبحث عنه، إذا لم يكن حتى في إطار يعني مجرد إيقافات عادية، كان يعني يعرف الشخص والشخص هو منوده، وذهب برفقة الأستاذة أخرى للالتحاق بمنوده، أوقف سيارته وكان يحاول البحث في أي مركز تم إيقافه، ولكن عند رجوعه إلى السيارة وجد أن الأمنيين حول سيارته وأوقفوا. بالالتحاق بالمحكمة ثبت أن الإيقاف أنهم عندهم وشاية حول سيارته، وأن سيارته ربما تحتوي على يبدو أنه ثم من سرب بعض المعلومات الخاطئة. على كل حال قاموا ببحث السيارة وأطلق سراحه. هذه حالة من الحالات، ثم فيديوهات كثير من المحامين، أنا سمحت جاوبتك على الأستاذ غضون بالذات، ولكن هناك الكثير من الممارسات للحد من تحركات المحامين في محاولة منهم للإنقاذ والإفراج عن المواطنين الذين يتم إيقافهم بطريقة ممنهجة لمحاولة إفشال الوقفة ومنعهم من الوصول إلى العاصمة وإلى باردو بالتحديد. محامون ضد الانقلاب كانوا قد أصدروا بيانا واضحا وقالوا بأنهم يشاركون في هذه التحركات الشعبية ويساندون كل المطالب التي تطالب بالعودة للمسار الدستوري وللشرعية وغيرها. ألي ذلك علاقة برأيك مع ما يحدث اليوم؟ بالنسبة لنا نحن محامون، هي محامون ضد الانقلاب، أو نحن ولا الاسم بالضبط الذي نتحرك به كمجموعة هو محامون لحماية الحقوق والحريات. وفي الحقيقة نحن أصدرنا بيانا، صدر بياننا ليلة البارحة بعد اجتماع دقيق ومطول. نحن كمجموعة من المحامين هناك نقطتين، نحن نؤيد دون أدنى استثناء أو تحفظ كل تحركات شعبنا، التحركات السلمية في إطار إسقاط الانقلاب، ولكن حاولنا أن نبني إذا استطعت أن أقول مسافة بيننا كمحامين وبين ربما رادرة وخارطة الطريق المقترحة، لأننا في الحقيقة لم نكن جزءا من هذه المبادرة، ولم الحقيقة هي مبادرة ربما لا تمثلنا حقيقة، ولكن بالنسبة لكل ما هو وقفة تدل على أن التونسيون يريدون الرجوع إلى المسار الديمقراطي مهما كانت المبادرات أو خرائط الطرق. بالنسبة لنا المهم التونسيين هم مع المسار الديمقراطي، مع المؤسسات، ضد حكم الفرد وضد الانقلاب، خاصة أن الانقلاب في المدة الأخيرة يعني تمكن من جميع السلطات. في البداية جمد البرلمان، ولكن ثم أرسى مرسوم التي افتك به كل السلطة التشريعية وألغى المراقبة القبلية والبعدية لمراسيمه،
فالسلطة الأصلية اللي هي البرلمان وفيه نواب شعب من كل حدب وصوب تم انتخابه من قبل المواطنين عندهم حدود في تشريعهم، فهناك هيئة لمراقبة دستورية القوانين وهي هيئة قبلية، وهناك محكمة تنظر ويمكن الطعن أمامها في هذه القوانين التي يصدرها البرلمان بطم طميمه، ولكن الرئيس بأمره انقض على هذه السلطة وألغى الهيئة هيئة مراقبة دستورية القوانين القبلية وألغى أي إمكانية للطعن في مراسيمه بعد إصداره.